السلام عليكم. تداول ناشط على منصة الفيسبوك في الساعة الأخيرة صور مذهلة تعكس عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهي عبارة عن شهيقة مائية سقطت في عرض البحر بولاية سكيكدة، أين تهافت الناس على التقاط الصور والفيديوهات لهذه الظاهرة الطبيعية المذهلة. وتعرف الشهيقة المائية أو عمود الماء بأنها عمود من الهواء المختلط مع رذاذ الماء، وتدور كدوامة على شكل كتلة سحابية عمودية فوق جسم مائي. وتظهر الشاهقة المائية عادة على شكل قمع يصل بين سطح الماء والسحاب، وتعتبر ظاهرة الشاهقة المائية أو عمود الماء أكثر شيوعا في فصل الربيع وفصل الخريف، عندما يكون التفاوت بين درجة حرارة الهواء والماء كبير، مما يوفر البيئة المناسبة لنشوئها.